مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ميجا تيتش؟ ما هي ميزات ميجا تيتش؟ ما هو ميجا تيتش؟ تم تطوير ميجا تيتش في عام 2022، وسوف يستخدم بشكل موثوق أفضل وأحدث بلوكشين على هذا الكوكب باعتباره APL Token. ما هي ميزات ميجا تيتش؟ تم تسجيل ميجا تيتش كرمز أمان وسيحدث ثورة في ICO واستثمارات التشفير. سوف تحصل شركة ميجا تيتش على مكافآت ضخمة لحاملي الرموز. سيتم تدقيق طريقة التخزين هذه من قبل مدققين خارجيين، وستتم إدارتها من قبل شركة خدمات ضمان خارجية. تعمل MGT على أبولو كورينسي بلوكشين، وهي سلسلة بلوكشين مستدامة تماماً. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.